في الخبر الدولي دائما، وضع صحي قاهر بتونس، إصابات بالآلاف تحصى يوميا ووفيات بالمئات. أمس فقط أعلن عن وفاة قرابة 190 شخصا ضحايا كورونا هناك تجاوز سقف 16,000 في وقت وصلت فيه قدرة المنظومة الصحية إلى حدها الأقصى. نتابع ورقة لسعيد أجنة. ارتفاع مهول في عدد المصابين بكوفيد 19 ووفيات بالجملة. تونس تعيش على حافة الكارثة بعد الموجة الرابعة من الجائحة التي عصفت بالبلاد. المستشفيات أصبحت عاجزة عن استقبال الأعداد الكبيرة من المرضى بعد أن تم تسجيل 800,506 حالات مؤكدة إصابتها بالفيروس، فيما توفي 189 شخصا خلال 24 ساعة الماضية، رقم تسجله تونس لأول مرة منذ انتشار الفيروس. كابوس حقيقي تعيشه البلاد حاليا، فندرة الأكسجين والحاجة الماسة للمزيد من التجهيزات الطبية زاد من حدة الوضع. أمام هذه المؤشرات الصحية المتدهورة، اتجهت السلطات نحو فرض الإغلاق الكلي على مجموعة من الولايات التي تفوق فيها نسبة العدوى 400 حالة لكل 100,000 نسمة. من جهته قرر الرئيس التونسي قيس سعيد تسريع عملية تلقيح المواطنين ضد فيروس كورونا في محاولة لإنقاذ البلاد من هذه الأزمة الصحية الخانقة. وزارة الصحة التونسية هي الأخرى أكدت أن المنظومة الصحية ستبقى صامدة في وجه كل الصعوبات والطوارئ حتى تنتهي قصة البشرية مع هذا الفيروس اللعين. ومن تونس العاصمة ينضم إلينا مباشرة الدكتور زهير السويسي أخصائي في الأمراض الصدرية. أهلا بك دكتور. إذا في البداية، كيف هو الوضع حاليا بتونس؟ الوضع الحالي في تونس الوبائي خطير جدا، يكتسي لازم نقول عليه وضع كارثي، ارتفاع كبير للإصابات والوفيات حاليا، والضغط الملحوظ على سرة الأكسجين موجودين حاليا ضغط الأكسجين يجي 79% من جميع المستشفيات الصحية ويبلغ 100% في 3 ولايات حاليا. هناك تسجيل عدد كبير من الوفيات، 16,000 وفاة، والذي يعتبر الأول في القارة الأفريقية إذا كان نشوفوه على حسب عدد السكان. الأرقام هذه مفزعة وخايفين لازيد التطور في قادم الأيام. نعم، يعني كان هناك حديث عن انهيار المنظومة الصحية، لكن وزارة الصحة نفت ذلك. إلى أي حد يعني هذا الموضوع، أي النظرة هي صحيحة؟ هو حاليا لم تنهار المنظومة الصحية، لأن مثلا حاليا إذا كان فات العدد الأسرة المجهزة بالأكسجين لاستقبال المرضى، حاليا يتم تجهيز أسرة جديدة على حساب أقسام أخرى. مثلا إذا كان ناخذ قسم الأمراض الصدرية وقسم أمراض الكوفيد المخصص لمرضى الكوفيد، يتم تجاوز الوحدة نتاعو عدة أقسام أخرى اللي كانت مثلا تشتغل في اختصاصات أخرى، يتم تجهيزها وتخصيصها لمرضى الكوفيد، ولكن على حسب اختصاصات أخرى وعلى حسب أمراض أخرى اللي من العباد اللي تنجم يجي للمستشفى، معناتها من اختصاص جراحي واختصاص طبي. لكن هذا ما ننساوش اللي قد ما تنجم تزيد أنت، وزاد حاجة أخرى زاد في وسط البلاد هناك مستشفيات ميدانية يقع تجهيزها حاليا بالأسرة والأكسجين، ولكن الإشكالية الكبيرة هي إشكالية في الموارد البشرية من ناحية الإطار الطبي والشبه الطبي اللي حاليا منهكين بالضغط الكبير عليهم. حاليا لم تنهار المنظومة الصحية، ما زالت تشد روحها، وإن شاء الله ما زالت تشد روحها القديم، وإن شاء الله يتم. نعم دكتور سويسي، السيطرة على هذا الموضوع. نعم دكتور سويسي، إذا تونس كانت قد دبرت يعني بشكل أحسن الجائحة في بدايتها، ما جعلها من بين الدول الأولى التي خففت الإجراءات المشددة، لكن ما الذي تسبب في هذه الانتكاسة القوية وأوصل البلاد إلى هذه النقطة؟ هي بالطبع تونس تحصلت على نجاح ملحوظ في الجائحة الأولى. نعرف أول إصابة بالجائحة هي كانت في 2 مارس في 2020، وتم السيطرة على المرضى هذايا إلى حدود 10 ماي 2020. وقتها كان عندنا
1032 حاله في الكل، 45 وفاه. تونس كانت من السباقين لانها شفت الموجه الكبيره اللي شهدتها اوروبا، ايطاليا وفرنسا وكل وقت. عملنا حظر شامل وغلق الحدود وعدة إجراءات تمكنت القضاء على الوباء هذا في شهرين أو ثلاثة. ولكن بعد إلى حدود 30 ماي 30 جويليا، اللي كان آخر يوم شهدته تونس في الصفر حالة إصابة بالوباء، رجع الواحد مع إعادة فتح الحدود البرية والبحرية وتوافد السياح والمواطنين التونسيين اللي راجعين من تونس. شكل في نعم. الوقت ذاك تونس عملت قائمة خضراء، قائمة حمراء للبلدان اللي هي حسب انتشار الفيروس. لكن هناك تم طلب من المواطنين من الخارج اللي هم يلتزموا بالحجر الصحي، ليس الإجباري أما التوعي، لكن لم يتم احترامه. وقت سجلنا مع الوقت ذاك ظهور موجات جديدة اللي نعم كانت دكتور، الموجة نعم دكتور، دكتور زهير سويسي، نتمنى أن تخرج تونس بسرعة وبسلامة من هذه شكرا الأزمة الصحية. شكرا لكم، كنتم معنا مباشرة من